تولي الدولة اهتماماً كبيراً بنشر الوعي والثقافة في كل ربوع الوطن، وفي هذا الإطار تم افتتاح قصر ثقافة أبو المطامير بمحافظة البحيرة بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة. كما افتتحت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني معرضاً للفنون التشكيلية ومنفذاً لبيع إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأعلنت إطلاق اسم الفنان الراحل محمود الجندي على مسرح قصر ثقافة أبو المطامير تخليداً لذكراه وكونه أحد أبناء مدينة أبو المطامير. القصر ده مقام على مساحة 1200 متر، في مجموعة كبيرة من الأنشطة الفنية والثقافية بتخدم أهالي المدينة، وفي مسرح كبير بيسع حوالي 350 كرسي. هذا المسرح مخصص للأنشطة الفنون المسرحية وفرقة الكورال وفرقة الفنون الشعبية الخاصة بالمدينة. والقصر ده هيكون فيه إن شاء الله دورات تدريبية في كافة تخصصات الفنون، من فنون تشكيلية وخط عربي وأشغال يدوية للمرأة لتنمية مهارات الفتيات والمرأة في المدينة، إلى جانب تكوين نواة لفرقة مسرحية من أطفال المدارس.